السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم هي وصفة لعلاج تجاعيد حول العينين، تجاعيد حول الفم، تجاعيد الجبهة، الخطوط في الوجه. وصفة بسيطة جدا، بتتكون من مرحلتين. إذا أحسننا استعمالها سنحصل على نتائج سريعة جدا وقوية. بالنسبة لوصفة اليوم هي عبارة عن تقريبا خليط نضعه على الوجه، وبعدها يأتي المرطب. بالنسبة لهذه هذا المشكل، هو مشكل يعني أحيانا نحتاج إلى الجراحة حتى نتخلص منه، ولكن وصفة اليوم وصفة بسيطة في متناول الجميع، تعمل على القضاء نهائيا على تجاعيد الوجه والتجاعيد حول العينين. أيضا هذه الوصفة تعطي نضارة وتفتيح وتبييض للوجه. أيضا بالنسبة للناس الذين يعانون من الهالة السوداء، سوف تزيل هذا المشكل نهائيا بإذن الله. نبدأ مباشرة في تحضير وعمل هذه الوصفة. قبل ذلك أتمنى منكم، وعندي طلب صغير منكم، وهو لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد الاشتراك في القناة، وسأحاول بإذن الله إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات. نبدأ في الخطوة الأولى. سنحتاج فيها أول مكون هو الحليب، الحليب السائل. إذا توفر عندنا الطبيعي من الأحسن نستعمل الطبيعي، يكون أحسن. أول شيء نأخذ تقريبا 3 أو 4 ملاعق متوسطة من الحليب السائل. أي نوع حليب متوفر. ثم نحتاج إلى المكون الآخر وهو ماء الورد. نحتاج إلى ماء الورد. نأخذ تقريبا مقدار ملعقة من ماء الورد. بالنسبة للوصفة اليوم فيها مرحلتين، نضيف كمية أخرى من ماء الورد، ثم نأتي إلى المكون الآخر أو الأخير في المرحلة الأولى، وهو عسل النحل. أكيد ضروري جدا أنه يكون عسل النحل أصلي وطبيعي. نأخذ مقدار نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل. نقوم بمزج المكونات جيدا حتى نتحصل على خليط سائل. نستمر في الخلط حتى يذوب العسل معنا تماما. بما أن الجو بارد يعني يصعب قليلا إذابة العسل، ولكن نستمر في التحريك جيدا حتى يذوب بالكامل. ممكن أيضا نستعملها للرقبة أو لليدين، تقوم بشد البشرة بشكل رائع جدا. نتحصل على خليط سائل بهذا الشكل. بعد تنظيف البشرة جيدا نقوم بتطبيق هذا الخليط على الوجه، حول العينين، حول الفم، على الوجه بالكامل وعلى الرقبة. نترك الخليط تقريبا حتى يجف، ثم نقوم بوضع طبقة أخرى من هذا السائل على الوجه، يعني حتى تمتص البشرة جيدا هذا الخليط. نتركه تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة، ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد. ثم نأتي إلى المرحلة الثانية، وهي عبارة عن خليط من الزيوت لترطيب البشرة. يعني ضروري جدا المرحلتين مع بعض، خاصة بالنسبة للتجاعيد يعانون منها أكثر أصحاب البشرة الجافة بسبب جفاف البشرة، وبالتالي ضروري جدا الترطيب وهو مهم جدا. هو مجموعة أو خليط تقريبا من الزيوت. أول مكون أول زيت سنستخدمه هو زيت الزيتون. أكيد زيت الزيتون أو كل الزيوت ضروري أنها تكون ذات نوعية جيدة. إذا توفر عندنا زيت زيتون البكر، ممكن نستعمل زيت الزيتون، يكون البكر يكون أحسن. نأخذ تقريبا مقدار ملعقة
كبيرة أو ملعقتين متوسطتين من زيت الزيتون. ثم نأتي إلى المكون الثاني وهو زيت جوز الهند. أيضا زيت جوز الهند من الزيوت المفيدة جدا للبشرة. نضيف تقريبا مقدار ملعقة متوسطة من زيت جوز الهند. هذا هو زيت جوز الهند، شكله هذا بسبب برودة الجو. ممكن أننا أيضا نضيف زيت اللوز الحلو إذا كان متوفر، وزيت الخروع، يعني هذه الزيوت تكفي. ولتعزيز الوصفة أكثر ممكن أننا نضيف هذه الزيوت. نأتي إلى المكون الآخر وهو زيت الفيتامين ها أو فيتامين A أو لا فيتامين E. نقوم بإضافة كبسولة من هذا الزيت، كبسولة متوسطة من هذا الزيت، ونخلط جيدا المكونات. ثم نضيف المكون الآخر وهو أيضا من المكونات المهمة جدا والتي تحارب التجاعيد بشكل جميل جدا. قلت أيضا هذه الوصفة مفيدة جدا للهالات السوداء. بالنسبة للمكون الآخر وهو جل الصبار أو الألوفيرا جل. بالنسبة لجل الصبار إذا توفر عندنا الطبيعي نستعمل الطبيعي يكون أحسن، أما إذا لم يتوفر نستخدم الجاهز أو المصنع ونختار النوعية الجيدة. نقوم بإضافة مقدار ملعقة من جل الصبار ونخلط المكونات جيدا. بالنسبة للخليط الكمية كبيرة، يعني ممكن أننا نحتفظ بها خاصة إذا استعملنا جل صبار المصنع. نقوم بوضعها في علبة محكمة الإغلاق ونحتفظ بها للاستعمال المتكرر. بالنسبة لطريقة الاستعمال بسيطة جدا، نقوم بدهن هذا الخليط من الزيوت على الوجه بالكامل، حول العينين حول الفم، ونقوم بعمل حركات خفيفة برؤوس الأصابع، يعني حركات دائرية حتى يتغلغل الخليط في الوجه. بالنسبة لهذه الزيوت أفضل استعمالها يوميا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة، أو نستعملها يوم بعد يوم. أما بالنسبة للخليط الأول نستعمله 3 مرات في الأسبوع. خلال الأسبوع الأول ستلاحظون نتيجة رائعة ومضمونة بإذن الله، بشرة مشرقة ونضرة مشدودة خالية تماما من التجاعيد. هذه هي وصفة اليوم.